ومعاني فيها جمال ناطق وحي من الرحمن. لله كم هو معجز في روعة وبيان، بتفكر وتدبر نحيا مع القرآن، نحيا مع القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فهذا مجلس من مجالس التفسير الميسر، أسأل الله أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم آمين. وأن يجعل لنا ولكم الرفعة في الدنيا والآخرة، وأن يجعل القرآن حجة لنا ولكم لا حجة علينا ولا حجة عليكم. مجلس من مجالس تفسير سورة الأنعام، من آيات مطلعها قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب، المراد بهم اليهود والنصارى. اليهود والنصارى أوتوا كتبا، اليهود أوتيت التوراة والنصارى أوتوا الإنجيل، هذا الأشهر في تفسير هذه الآيات. فيقول تعالى: الذين آتيناهم الكتاب، يعني بذلك والعلم عند ربي، اليهود والنصارى. يعرفونه، يعرفون من؟ قيل يعرفون أن الله إله واحد، يعرفون العلم السابق الذي أخبرناكم به، الذي هو قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفون هذا، أن الله إله واحد، لأن الرسل كلهم جاءوا بهذا، جاءوا بكلمة التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكل الرسل جاءوا بتوحيد الله سبحانه وتعالى والأمر به، كل الرسل جاءوا بذلك. وقد قال موسى لفرعون مضمون هذا الكلام، ونوح قاله لقومه، وعيسى قاله لقومه، وكل الأنبياء جاءوا بهذا. فشاهدي أن القول في قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعرفون ما سبق من العلم بالله أنه إله واحد. القول الثاني: يعرفونه، يعرفون القرآن الذي نزل به الرسول عليه الصلاة والسلام، فموصوف لهم على الإجمال في الكتب السابقة. القول الثالث وهو الشهير في هذا المقام: يعرفون النبي محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. يعني اليهود والنصارى يعرفون وصف الرسول عليه الصلاة والسلام تماما كما يعرفون أبناءهم. ولذا يروى عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه وليحرر السند أنه قال: والله إني أعلم أن محمدا رسول من عند الله أكثر من علمي بأن هذا الولد ولدي، لأنني لا أدري ما أحدثت النساء من بعدي، أما الرسول فهو موصوف تمام الوصف في التوراة. قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالنبي موصوف في التوراة وموصوف في الإنجيل، وكذا أصحابه موصوفون هنالك. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. فهذا وصف لهم في التوراة ووصف لهم في الإنجيل، الأخير في الإنجيل. ولقد قال عبد الله بن عمرو بن العاص
رضي الله تعالى عنه. نجد وصف النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي وأنت رسولي، سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا تدفع السيئة بالسيئة، إنما تعفو وتصفح، ولن يقبضك الله عز وجل حتى يفتح الله بك آذانا صمة وقلوبا غلفة وأعينا عمية، ولن يقبضك الله حتى يقيم بك الملة العوجاء للناس فيشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فالرسول موصوف في التوراة وموصوف في الإنجيل، وقصة سلمان الفارسي وإسلام سلمان الفارسي معروفة، أنه جاء يدور خلف ظهر النبي عليه الصلاة والسلام ليرى خاتم النبوة بين كتفيه عليه الصلاة والسلام. فالرسول موصوف تمام الوصف في التوراة والإنجيل. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، إذن يعرفونه فيها ثلاثة وجوه للتأويل: يعرفون أن العلم بأن الله واحد، يعرفونه يعرفون أن القرآن منزل من عند الله، وأشهر الأقوال في هذا المقام يعرفون النبي محمدا صلى الله عليه وسلم وقد بشروا به. قال عيسى عليه السلام: مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، واسم الرسول أحمد واسمه محمد عليه الصلاة والسلام. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، ضيعوا أنفسهم، وهم الذين كذبوا برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ضيعوا أنفسهم واشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فدفعوا المغفرة ثمنا للعذاب ودفعوا الهدى ثمنا للضلالة، عياذا بالله من ذلك. عندهم هدى كانوا عليه باعوه واشتروا مكانه الضلالة، عندهم إيمان كانوا عليه باعوه واشتروا مقابله التكذيب ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فخسروا أنفسهم، خسروا أنفسهم، أنزلوها أسوأ المنازل يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. من حق نفسك عليك أن ترتاد لها أحسن الأماكن، فإذا أنزلتها أسوأ المنازل فقد ظلمتها وخسرتها، عياذا بالله من ذلك، عياذا بالله من ذلك. قال تعالى: الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ لا أحد أظلم من أحد افترى على الله كذبا. وكيف الافتراء الكذب على الله؟ أحد الوجوه أنه يدعي أن الله له شريك في الملك، يدعي أن الله له ولد، يدعي أن الله ثالث ثلاثة، فهذا من أشد الكذب على الله. يدعي أن الملائكة بنات الله، فهذا من أشد الكذب على الله، أن تدعي أن الله له شريك في الملك، وأن تدعي أن الله له ولد، وأن تدعي أن الله ثالث ثلاثة، وأن تدعي أن المسيح هو الله، وأن تدعي أن الملائكة بنات الله، هذا من أشد الكذب وإنكاه وأبشعه، عياذا بالله. فضلا عن هؤلاء الكفر الذين يزعمون أن إلههم البقر أو أن إلههم بوذا أو غير ذلك، فضلا عن الذين يعبدون الشمس من دون الله، فهذا وجه أن الذين افتروا على الله الكذب زعموا أن الله له شريك في الملك وعبدوا معه غيره أيا كان هذا المعبود من دون الله. وصورة أخرى من صور الافتراء الكاذب على الله أن يقولوا إن الله أحل كذا وحرم كذا ولم يحل ولم يحرم. قال تعالى: ومن أظلم من افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم، أو عفوا في الآية الأخرى، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، فيطوفون بالبيت عراتا، يطوفون بالبيت عراتا ويقول الله أمرنا أن نطوف بالبيت عراه، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها،
قل لهؤلاء الكذبة إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فمن صور الافتراء الكاذب على الله أن تقول إن الله حرم كذا وهم لا وهو لم يحرم ذلك وهو لم يحرم ذلك. فكانوا يعبدون الآلهة ويقولون لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا، فيقولون كلمات حق يريدون بها باطلا. هذه صور الافتراء الكاذب على الله. ومن الافتراء الكاذب على الله قول اليهود يد الله مغلولة، وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، فكل هذه صور من صور الكذب على الله سبحانه وتعالى. ومن صور الكذب على الله زعمهم بأن الله لن يعيدهم ولن يجمعهم ليوم الجمع. قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. كذبوا على الله وكذبوا بآياته، ويلتحق بهم فرق الضلال التي تنسب إلى الله ما لم يقله وتنفي عن الله صفاته، تنفي عن الله عز وجل صفاته التي وصف الله بها، وإن كان هناك تباين في حجم الجرم المرتكب. فالأشاعرة يجترمون الجرائم بنفيهم صفات الله عن الله سبحانه وتعالى، وبنفيهم أن الرحمن على العرش استوى، وغيرهم من الملل كل بحسبه، عياذا بالله من الزيغ والضلال. ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. قال القرآن ليس من عند الله، فهذا كذب على الله. يكذبون بالآيات المنزلة ويكذبون رسول الله فيقولون افتراه، افترى هذا القرآن من عند نفسه. قل إنما يعلمه بشر، يقولون أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيلا. فهذا من أشد الظلم. يكذبون بالقرآن وبآيات الله، يصفونها بأنها سحر وأنها كهنة. قال تعالى وكذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. إنه لا يفلح الظالمون، الظالمون الذين زعموا أن الله معه آلهة أخرى، الظالمون الذين كذبوا بآيات الله، الظالمون الذين زعموا أن الرسل كذب. لن يفلحوا أبدا هؤلاء الظالمون، لن يفلحوا أبدا بحال من الأحوال. والفلاح الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. أعظم مطلوب لنا أن يرضى عنا ربنا وأن يدخلنا الجنات، وأعظم مرهوب نرهبه أن يسخط الله علينا وأن يدخلنا النار. فلن يفلح الظالمون، لن يفوزوا بمطلوب، ولن ينجوا ولن يسلموا من مرهوب، عياذا بالله من الظلم والظالمين. فالظلم هنا بمعنى الكفر، إنه لا يفلح الظالمون، إنه لا يفلح الظالمون. هنا مسألة تثار، كيف الجمع بين قوله تعالى ومن أظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، من أظلم من كذب بآيات الله وصدف عنها، من أظلم ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي. فأي هؤلاء أظلم؟ جمع العلماء بوجهين شهيرين من الوجوه التي اعتمدها المفسرون. أولها أن كلهم في الدرجة العليا من الظلم، الثاني أنه ينزل منزلة الاختصاص، فليس من المانعين، أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ليس من الكاذبين، أظلم من المفترين، أظلم ممن افترى على الله كذبا، ليس من المصورين، أظلم من ذهب يخلق كخلق الله سبحانه وتعالى. فنزلت منزلة الاختصاص. فهذان وجهان يذكرهما العلماء في هذا المقام. وكتاب الله لا تختلف آياته أبدا، بل كما قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال تعالى ويوم نحشرهم جميعا، ويوم نحشرهم جميعا نجمعهم جميعا يوم القيامة، يجمع الأولون والآخرون في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر. المتكلم يسمعهم جميعا من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إنس وجن ودواب وكل شيء. يوم الحشر يوم الجمع الأعظم، يوم الحشر العظيم، ويوم نحشرهم جميعا
ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ أين الشركاء الذين عبدتموهم مع الله سبحانه وتعالى؟ فمن لا ريب أن المعبودين يتبرؤون ممن عبدهم، الملائكة يتبرؤون ممن عبدوهم، المسيح يتبرأ ممن عبدوه، كل معبود يتبرأ من عابديه. قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة: هؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قالوا: سبحانك، تنزهت يا ربنا، أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن، أكثرهم بهم مؤمنون. وعيسى عليه السلام يتبرأ ممن عبدوه. قال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم. فكل معبود يتبرأ ممن عبدوه، وعلى رأسهم إبليس اللعين يتبرأ ممن عبدوه، فيقول في خطبته النارية في أهل جهنم وهو يخطبهم، يقول لهم: إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. مانا بمصرخكم، أي مانا بمغيثكم، ولا مستجيب لصراخكم، وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ ثم لم تكن فتنتهم، لم يكن جوابهم إلا أن قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. قال تعالى: انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ضلت غابت آلهتهم التي عبدوها من دون الله وتبرأت منهم. انظر كيف كذبوا على أنفسهم. كيف الجمع بين هذه الآية الكريمة وبين قوله تعالى: ولا يكتمون الله حديثا؟ فقولهم: والله ربنا ما كنا مشركين، كتموا وزعموا وكذبوا. وبين قوله: ولا يكتمون الله حديثا، أجاب العلماء على هذا وعلى رأسهم الحبر بن عباس رضي الله عنهما بما حاصله، أن أهل الشرك في أول الأمر يقولون: والله أهل الشرك في أول الأمر لا يكتمون الله حديثا، يقولون الصدق، ويقولون: يا ليتنا نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. ثم لما يجدون المغفرة حلت على الناس، هذا يغفر له وهذا يغفر له، على أهل الإيمان، يقول قائلهم: تعالوا نقول لربنا لعله أن يتجاوز عنا أو يصدقنا بزعمهم، والله ربنا ما كنا مشركين. فيرجعون ويقولون: والله ربنا ما كنا مشركين. سواء كان هذا أولا أو قوله تعالى: ولا يكتمون الله حديثا أولا. الحاصل من ذلك أن مواقف القيامة تتعدد وتتنوع، يوم كألف سنة مما نعد. أحيانا يتكلمون أهل الكفر، يكلمهم الله أحيانا، كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ يقولون: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين، قال: إن لبثتم إلا قليلا. وأحيانا لا يكلمهم الله. فكل هذا يحدث يوم القيامة، والمواقف تتعدد. خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. وأحيانا حينئذ يتكلمون أيضا ويقولون: والله ربنا ما كنا مشركين. فمواقف القيامة لطول هذا اليوم تتعدد وتتنوع. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ ثم لم تكن فتنتهم، لم يكن جوابهم إلا أن قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. غابت عنهم الآلهة التي عبدوها مع الله سبحانه وتعالى، بل وتبرأت منهم،
آلهتهم التي عبدوها مع الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة والأخوات، لا تجاملوا أحدا في دينكم، فإن المتبوعين يتبرؤوا من الأتباع، المتبوعين يتبرؤوا من الأتباع يوم القيامة، الكبراء يتبرؤوا من المستضعفين يوم القيامة، المتكبرون يتبرؤون من المستضعفين الذين تبعوهم على ضلالتهم، تبعوهم على ضلالتهم. وقد قال تعالى في كتابه الكريم في شأن الكفر ومجاملة بعضهم لبعض في الدنيا، وأن ذلك يتسبب في أن يحل عليهم عقاب الله عز وجل وبلاء الله عز وجل، فيقول سبحانه وتعالى: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. واحد يعبد الوثن مجاملة لصاحبه، إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. زيد يقول لعمرو: تعالى نعبد الصنم، فيجامله ويذهب يعبد معه الصنم. اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. يا أهل الإسلام، لا تتبعوا الضلالات أبدا، فكلكم يأتي ربه يوم القيامة فردا، وستسألون عن هذا الكتاب العزيز الذي بين أيديكم، وستسألون عن رسل الله وإجابتكم له. قال تعالى: ويوم ناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. قال تعالى في كتابه الكريم: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. شهدنا لك يا ربنا بالوحدانية، شهدنا أن لا إله إلا الله، وشهدنا أن محمد رسول الله، آمنا بكل كتبك وبكل رسلك، آمنا باليوم الآخر، آمنا بالقدر خيره وشره، آمنا بالقدر خيره وشره، آمنا بملائكتك، اللهم اكتبنا مع الشاهدين. ختاما بهذا القدر أجتزئ، حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاهدا لربي بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم شاكرا لإخواني أصحاب هذه القناة وقناتين بارك الله فيها وفيهم، وشاكرا للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، ثم الشكر موصول لإخواني الذين يعملون في هذه القناة والدعاة فيها. حفظ الله الإسلام والمسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درر من التفسير فيها حكمة ومعاني، فيها جمال ناطق وحي من الرحمن. لله كم هو معجز في روعة وبيان، بتفكر وتدبر نحيا مع القرآن، نحيا مع القرآن.